التقرير اللي احنا عرضناه دلوقتي دوت كان بيرصد نسبة العنف واشكال العنف على مستوى العالم، عنف جسدي وجنسي، عنف نفسي، اتجار بالبشر، ختان، تحرش. حقيقي كل دي موجودة في كل المجتمعات. انا يهمني برضو المجتمع المصري بتاعي نسبة العنف فيه ايه اللي خاصة بالمرأة. المركز القومي للتعبئة والاحصاء عمل دراسة على الموضوع دوت، واتضح من خلاله ان في حوالي 45% من النساء تعرضنا للعنف الجنسي، و 35 منهم تعرضوا للعنف الجسدي اللي هو الضرب او التحرش، و 47% تعرض للعنف النفسي اللي هو بقى اي اذى نفسي وقع عليهم، وحوالي 90% من الاناث تم ختانهم. وفي التقرير ده برضو قال ان في حوالي 1 من كل 3 سيدات تعرضنا للعنف على مراحل عمرهم المختلفة. نسبة كبيرة حقيقي، مش قليلة. نسبة كبيرة من البنات او الستات بيتعرضوا لهذا العنف في كل وقت، في بيوتهم، في الشارع، مع امهاتهم، في حياتهم الخاصة مع ازواجهم. وموضوع الختان من المواضيع المهمة جدا اللي لازم اشير اليها، ما ينفعش اعدي من غير ما اتكلم عليها. حوالي قلنا 90% تم ختانهم. الحقيقة مفيش واحدة تم ختانها إلا وفاكرة المشهد ده كويس جدا، وأثر على حياتها النفسية والزوجية والجنسية فيما بعد. فقدها الثقة بالنفس، فقدها الشعور بالأمان. فالختان من أكتر الأشياء التي ممكن تؤذي نفسيا وجنسيا وجسديا البنت. هي أنا معايا حالة البنت دي تواصلت معايا، انا هحكي حكايتها. هي ممكن تكون معايا على التليفون بس ما اعرفش ازاي مش عارفين يوصلوا لها، بس انا هحكي حكايتها. هي كلمتني وقالت لي انا عندي 18 سنه، انما الحقيقه اللي انا شفته في حياتي ولا واحده عندها 50 سنه. طيب ايه اللي شفتيه في حياتك؟ بدايه من الاهمال في الاسره، اهمال من الاب والام، اهمال من الاخوات. بالمناسبه هي كانت البنت الصغيره او اصغر واحده في البيت، كان الكل بيقع عليها بالضرب والاهانه، وكانت تقريبا كم مهمل في حياتهم. البنت دي ما كان منها الا انها تدور على مكان تحس بيه في الامان. لجأت لبيت عمها على اساس ان كان في بنات من سنها عايشين في البيت ده. اللي حصل ايه بقى؟ وهي عمرها 10 سنين تم التحرش بيها جنسيا من قبل ابن عمها. ده حسب ما هي كانت بتحكي. وفضلت تقبل الموضوع ده على اساس ان ممكن يكون ده وسيله ان هي تقرب من الناس اللي هم محسسوها